السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم 11/12/2021 هنا في مصر، سجل سعر الريال السعودي 4 جنيه و18 قرش للشراء، 4 جنيه و19 قرش للبيع. وبلغ سعر الدينار الكويتي يسجل نحو 49 جنيه و20 قرش للشراء و52 جنيه للبيع. أما الدرهم الإماراتي سجل نحو 4 جنيه و26 قرش للشراء، 4 جنيه و28 قرش للبيع. أي بينما الدينار البحريني 40 جنيه و41 شراء، 41.74 للبيع. أما الريال العماني سجل 39.69 شراء، 40.88 للبيع. وأما الريال القطري 4 جنيه شراء، 4.32 للبيع. بينما سجل الدينار الأردني نحو 21.75 شراء، 22.23 بيع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.